الصناعات الهندسية بتبث لنا وتزف لنا هذه البشرة. مصانع البوتاجاز تتسلم أول 300 محبس منتجة محليا. الحمد لله، ده أنا مبسوط. احنا مش هنستخدم محابس مستوردة تاني، خلاص الموضوع ده انتهى. أهلا بالإنجازات، ابتدأ عصر الإنجازات مع الزعيم. احنا بنعمل دلوقتي المحابس بتاعت الغاز، بعد ما عملنا محابس وسجون للناس بنعمل محابس الغاز، الحمد لله. هذه هي الإنجازات، لك الحق أن تفخر بهذه الإنجازات العظيمة. كل يشعر بالفخر بهذا الإنجاز الجديد. تقول يا علي، تركيا عملوا طيارة، طيارات وعربيات وحاملة طائرات وزود الرواتب 45%. طب شيل الخبر ده علي، عشان أنا لسه عندنا عيال عايزين، يعني فاهم المرارة يعني.